إيمانا منها بأهمية العلم ودعمه وتوفير فرص المناقشة في المجالات العلمية المختلفة، أقامت جامعة يلدز للهندسة الكيميائية الحيوية محاضرة حول الهندسة الحيوية والتعريف بها وأهميتها، بحضور العديد من أساتذة الجامعة والمحاضرين وطلبة الماجستير والدكتوراه والمهتمين بهذا الشأن. بدأ هذا العلم في أوروبا وانتشر منذ وقت قريب في تركيا، ثم أبدعنا فيه فأصبحنا مكانا لراغبي تلقيه، ولقد زارنا العديد من الطلاب من الدول العربية كمصر والسودان وحتى المملكة العربية السعودية. فالهندسة الطبية قد دخلت في العديد من العمليات التي تساعد الطبيب في عمله، حتى أنها أصبحت محسنة ومكملة لعمله في بعض الأحيان. المحاضرات حول هذا العلم قسمت إلى أكثر من 4 محاضرات، منها ما تحدث عن الهندسة الطبية التي تعد بمثابة العلم الذي يختص بدراسة جسم الإنسان من الناحية الهندسية، وهو حلقة وصل بين علم الطب وعلوم الهندسة. فمهندس الطب الحيوي ينبغي أن يعرف جسم الكائن الحي لكي يصمم ما يتوافق معه من طرف صناعي أو عضو أو جهاز طبي. ومحاضرة أخرى اختصت بالهندسة الكيميائية التي تدخل في إنتاج المواد الغذائية والأعلاف والأدوية. القائمون على هذا العلم يؤكدون أن الهندسة الطبية الحيوية من أحدث العلوم الهندسية التي نشأت مع تطور الطب الحديث. فبعد أن كان الطبيب وحده يقوم بكل مهام التشخيص والعلاج وحتى تصنيع الدواء، أصبح الجهاز الطبي رديفاً أساسياً للطبيب في التشخيص والمعالجة ومراقبة المرضى. ونظراً لوجود حاجة ماسة لتطوير الأجهزة والمعدات الطبية بما يخدم صحة المرضى وسرعة استشفائهم، فكان لابد من تدخل المختصين من مجالات أخرى غير الطب لتصميم هذه الأجهزة، مثل المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين ومهندس الحاسب الآلي. لا شك أن هندسة الطب الحيوي تتركز على الأجهزة البيولوجية للإنسان، أما الهندسة الحيوية فتتركز على الأجهزة البيولوجية لغير الإنسان مع تطبيقات أخرى في الزراعة والصناعة. لبرنامج الألوان 7، رامي عبد العال، اسطنبول.